دخل احداث كانت يوم الاحد واليوم احنا يوم الثلاثاء، لكن كل العالم تكلم عن احداث سوداء، كل العالم تحدث عن واقع مر، كل عدسات الكاميرات لمختلف الفضائيات الدولية والعالمية كانت حاضرة هناك بالفنيدق، كل قلوب المغاربة كانت تنقبض وكانت الدموع يعني تنهمر على خدود كل المغربيات والمغاربة. حقيقة آلاف بل عشرات الآلاف من الأطفال والشباب والشابات، مطلقات ومتزوجات، كلهن وكلهم راغبات وراغبون في مغادرة هذا الوطن. أصبح الوطن طاردا لمواطنيه؟ أصبح المغرب اليوم غير مقبول لدى من غنى بالأمس أرضي وأرض جدادي؟ كيف يمكن اليوم أن نبرز للعالم أننا في غير هذا الواقع المأساوي؟ كيف يمكن اليوم أن نقول للعالم هذا المشروع للهروب الجماعي هو مؤسس على آلام الحجرة والظلم وعرياب التنمية وتهور حكومات متعاقبة على تدبير الشأن العام؟ كفى من تلفيق التهم، وكفى من يعني خروج بعض المؤثرين المستفيدين من الكعكة، كعكة الحكومة وكعكة الشركات وكعكة الأموال وكعكة الدعم العمومي وكعكة المال العام وكعكة دور معايا ونسكوت وكعكة. إذا اليوم يجب أن نقول الحقيقة وأن نتقاسم الحقيقة وأن نتقاسم الشعور الذي يعرفه جميع المغاربة. سياسات فاشلة، حكومات فاشلة، هي إذن نتيجة ما وقع يوم الأحد الأسود. يجب أن يكون خطابنا الإعلامي ليس اليوم خطابا أسود ولكن خطاب الحقيقة، فطالما رددنا شعار لا للخطاب الأسود ولكن تركت الدولة أصحاب الخطاب الأسود ومرروا هذا الخطاب الأسود وساهموا في بناء هذا المشروع للهروب الجماعي نحو سبتة. سبتة المدينة المغربية تنتمي جغرافيا إلى المغرب، تاريخيا إلى المغرب، لكن سيادتها يعني سيادة هذا الإقليم فهي سيادة إسبانية. فقال بن كيران يوما يعني ونصح السياسيون أن يكفوا عن المزايدات، فكيف يا بن كيران تقول كفوا عن المزايدات؟ لن نتحدث عن يعني سبتة ولا مليليا لأن تجمعنا شراكات اقتصادية وسياسية واستراتيجية كبيرة مع الدولة الجارة. أي كلام هذا؟ ويجب أن نستكمل سيادتنا واسترجاع الجيبين، هذين الجيبين مليليا وسبتة، فهما بلدتين مغربيتين. اليوم الفرق واسع، يجب أن نقارن كيف لهؤلاء الشباب من مدينة الفنيدق هربوا إلى مدينة سبتة، مدينتين مغربيتين، واحدة عاشت في ظل الحضارة الإسبانية لمدة 500 سنة وواحدة تراها يعني تراوح مكانها بين مسؤولين غير مسؤولين بما يدبرونه في شأننا العام. هؤلاء المسؤولين يعني 5 ملايين مغربي توجد على مجموعة التراب العالمي من المحيط إلى الخليج، 5 مليون مغربي هم التساهم في الاقتصاد الوطني، هم التساهم في الناتج الخام، وقلبهم وقلوبهم جميعا على المغرب ويتابعون أخبار المغرب. لكن اليوم 35% تقارير يعني رسمية تؤكد أن 35% من المغاربة 35% يعني 11 مليون مغربي تسودهم الرغبة لمغادرة هذا البلد لفشل السياسات العمومية، غياب المستشفيات، غياب المؤسسات التعليمية، الأسعار تلتهب، ويعني الحكومة ومن يسهر على تدبير الحكومة ورئيس الحكومة يدخ في يعني في بنوكه وفي جيبه وفي أمواله وفي أرصدته أموال طائلة، وهذا الشعب يعيش في يعني ظل الألم والحجرة ولا ينسى إلا بالقرقوب ولا ينسى إلا بالمخدرات ولا ينسى إلا يعني بالدروغ. وشكون اللي دخل هاد الدروغ؟ وشكون هما مقبودين؟ هما الناس اللي مداخل البرلمان، هما الناس اللي بالأمس
القبض على ضابط أمن ممتاز تروج المخدرات، إذا من عهد إليهم بتدبير الشأن العام بتطوير الكفاءات وبتنمية الموارد البشرية، فهؤلاء المسؤولون عندنا 6963 مسؤول هما اللي كان عليهم يغادروا البلد، 6963 مسؤول هما اللي كان عليهم يمشيوا يخويوا هذه البلاد ويجيوا ناس خرين، الناس ديال الحق، الناس ديال القانون، الناس اللي قلبوا على البلاد. 6963 منهم برلمانيين، منهم مستشارين، منهم رؤساء جماعات، منهم رؤساء جهات، منهم رؤساء بنوك، منهم هؤلاء هم السبب في هذه الكارثة وفي هذا هذا العار، هذا العار الذي رسم على جبين المغاربة. المغرب بالأمس في زلزال الحوز شكل ورسم صورة تضامنية تكافلية لم يكن لها مثيل على مستوى العالم، اليوم يشكل صورة قاتمة قاتلة لا مجال لأن نزايد ببعض المؤثرين الذين يستفيدون والصحفيين الذين يستفيدون من كعكة المال العام. كلكم متورطون وكلكم مسؤولون وكلكم تعرفون أن حتى الطبقة المتوسطة لم يعد لها مكان، وهذه الطبقة المتوسطة هي التي تضع التوازن بين الطبقة الكادحة والطبقة الرأسمالية. الأغنياء ازدادوا غنى والفقراء ازدادوا فقرا، ما كاينش دار اللي عندها دولار واحد، ما كاينش دار اللي عندها اورو واحد، الناس تشري الخبز يابس باش ترقدوا في الماء وديروا في تردة على علاها انها، فما بالك باللحم، اللحم اللي وصل 2400 120 ديال الدرهم، واحد 21 اورو، واحد ما تيدخلش ريال، ما بقاش ياكل اللحم، ما عندهمش يشري الخضره، ما عندهمش يشري الخبز. شوفوا الناس الشوارع تطلب، شوفوا الناس الشوارع تتبكي، شوفوا الدعاره، دعاره من الدعاره العاديه الى الدعاره الراقيه، كل شيء هادشي باش يخدموا. وجا هذا وزير العدل بغى يدير العلاقات الرضائيه، العلاقات الرضائيه باش يقول لهم سيروا كلكم الفساد، ما عندي ما ندير لكم، باش يربحوا الوطيلات ويربحوا الشقق المفروشه، ولكن تضيع الكرامه وتضيع الاخلاق ويدع كل شيء. طالما نبهنا وقلنا ان هناك خطاب الاسود، من عبأ هؤلاء؟ اليوم يقولون المخابرات الجزائريه ويقولون هناك اعداء او خصوم ما وصل اليه المغرب. لا، من عبأ هو اخ النوش، من عبأ هو الرؤساء ديال الجماعات، من عبأ هو الظلم، من عبأ هو الحقره، من عبأ هو المخدرات، من عبأ هو القرقوبي، من عبأ هو النهب ديال المال العام، من عبأ هو المزايدات السياسيه، من عبأ هو غياب الاحزاب السياسيه، من عبأ هو غياب الجمعيات الحقوقيه، من عبأ هو غياب الجمعيات المدنيه، من عبأ هو الغياب ديال الجمعيات التنمويه اللي تعرفوا من تاكل الكتيف. هؤلاء هم الذين عبأوا هؤلاء الشباب. كيف لطفل غيجينا واحد المؤثر شاد 700 مليون من مجموعه ديال الوزارات ويقول لنا لا هذوك اللي شفتوهم كلهم قاصرين، هذا القاصر يعيش مع والديه، مع مو اللي تتجفف، مع مو اللي تتصبن، مع مو اللي تمسح الصبابط، مع مو اللي ما صابتش 1000 فرنك باش تشري الحليب، تيشوف باه جالس ما خدامش، مريض ما عنده باش يداوى، تيطلب باش يوكلو، ما مشاش للمدرسه، ما قراش، ما تيخرج يهز السيرور باش يمسح الصبابط ديال هذاك الوليد. ما وفرتيش ليه السكن، ما وفرتليش التعليم، ما وفرتليش الصحه، ما وفرتلي حتى حاجه. اللي وفرتو فلوس المازوط خنوش، اللي وفرتو هما فلوس ديال التنقلات الوزراء، اللي وفرتو فلوس ديال الصفقات اللي تتعطى في مشاريع عموميه تتكنص وتدار مشروع في الاخر تيطيح، واللي تيبان من خلال الفيضانات كل المنشات الفنيه اللي هي القناطر كلها طاحت. خاص هذوك المهندسين يمشيو للحبس، خاص هذوك الناس رؤساء الجماعات يمشيو للحبس، هادو هما اللي هادشي المحاسبه ماشي تحاسبوا. انا اثارني واحد 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 تصريح ديال من يدعي انه حقوقي، قال هذه عصابه يجب عليهم الاعتقال. هذيك ماشي عصابه، هذوك مغاربه احرار، لانهم ولو انهم اجتمعوا يوم 15 نوفمبر ولكن بالظلم، لانه لو وجدت الجمعيات ودافعت عن الحق في الحياه، ودافعت عن الحق في التنميه، ودافعت عن الحق في التمدرس، ودافعت عن الحق في الصحه، ودافعت عن الحق، ماشي حدنا حقوقيين اللي تيقلبوا يضلوا هازين الشكاير وجالسين قدام المحاكم وبغى يديو الناس للحبس، ولا كل واحد
واحد دير مجموعة ديالو وكل واحد دير شبكة ديالو، صحفيين دايرين شبكات ديالهم وتيردوا خطاب أسود ودايرين وتيبيعوا الآلام والمعاناة ديال الناس وواثقين فيهم الناس، وداروا على ظهورهم الطوموبيلات، وداروا على ظهورهم الفيلات، وداروا على ظهورهم لي زابارتومون، وداروا على ظهورهم فيرمات. هادو هما الصحفيين وهادو هما المؤثرين وهادو هما عطيني ونسكت ولا راه غادي نشكرك وغادي تكون كلشي مزيان. ها هو الخطاب، عيتوا ما تضرقوا وبان لكم تغرى قداش، لانكم تاجرتوا بالام الناس، تاجرتوا بمعاناه الناس، تاجرتوا. اليوم المغاربه فقط في ملحمه مع الملك، المغاربه يعرفون الملك، المغاربه يعرفون فقط الملك، وبطبيعه الحال لان التاريخ وأن الملك هو ملك الفقراء ويحس بالفقراء ويخاطب من أجل تقليص يعني الفوارق المجالية والفوارق يعني الاجتماعية. وكان الخطاب واضح ديال الخطاب العرجي 2015 على أنه يكون واحد مشروع وترصدت لي 50 مليار ديال الدرهم. فين هي هاد 50 مليار ديال الدرهم؟ من حكومة بن كيران إلى حكومة سعد الدين العثماني إلى حكومة يعني عزيز أخ النوش، فين هي 50 مليار ديال الدرهم؟ أعطيونا. لو أن هاد الناس يعني 85% من الجغرافيا ديال المغرب كلها بوادي، كل البوادي رحلوا لأن الجفاف، غياب التساقطات، ما كاينش مخطط تنموي، ما كاينش مخطط المغرب الأخضر، فين الاعتمادات اللي ترصدات السيد رئيس الحكومة اللي كنتي وزير ديال 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 الفلاحة في عهد بن كيران وكذلك في عهد ديال 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 سعد الدين العثماني وعهد إليك؟ الآن خصنا نحصدوا يعني النتائج ديال المغرب الأخضر، ما كاينش هذا الشيء. خصناش اليوم نقولوا لا، إذا حركات هذه المخابرات الجزائرية المغاربة بهذه الطريقة، فين هي المخابرات المغربية؟ فين هو الأمن المغربي؟ إلى حركات استطاعت أنها تخترق الشعب المغربي وتخترق المجتمع المغربي، هذا كارثة كبرى. فين يعني إلى كانت المخابرات الجزائرية اعتمدت على ماذا؟ اعتمدت على المعاناة ديال هذا الشعب، اعتمدت على المعاناة ديال الشعب. إذا كفانا، خصنا صحيح أن هادو خصوم ديال الوحدة الترابية ونحن لهم بالمرصاد، وطالما رددنا لا ثم لا للكراغلة، ولكن يجب أن يكون الخطاب مؤسس على واقع، يجب على يعني المواطنين المغاربة. المرأة تضمن حقوق ديالها، شنو غدير المرأة؟ فين هي الدولة الاجتماعية؟ فين هي أخنوش التنمية؟ فين هي مليون منصب ديال الشغل؟ فين هو أخنوش الليرام؟ فين هو السكانير؟ فين هو الكلينيكات تديو الفلوس لعباد الله؟ هاد الشيء هاد الامور اللي دار من سعد الكلينيكات، فين هو باش يتطور يكون لامخ تطور المستشفى العمومي؟ سير شوف شنو واقع في الكلينيكات، سير شوف واش كاين الاطباء في المستشفيات العموميه، شوف الناس الاطباء اللي تيتخلصوا على حساب الدوله وتيمشيو للكلينيكات، شوف الناس اللي تيتخلصوا باش يقريو الوليدات في المدارس العموميه تيقريو في مدارس خصوصيه. علاش يخرج عندي انا طفل بابا وماما وكذا ويهضر بالفرنسيه مزيان في القطاع الخصوصي ويخرج ليا طفل صغير يمشي ونشوفه في نفس صورة مع بوليسي جايبو غادي كاره الوطن وهارب من الوطن؟ هذا المواطن الصغير تا هو كيفو كيد المواطن الصغير؟ جميع المغاربة ديال السبعينات والثمانينات كلهم يعني تمدرسوا في المدرسة العمومية وكانوا تيقراو مع مولاد العمال ويقراو مع مولاد كتاب العامون ويقراو مع مولاد الوزراء ويقراو مع بعد ديال البعثات الفرنسية اللي كانوا شادين هما اللي تيحكموا المغرب دروك، هادو ديال البعثات الفرنسية. إلا كانت عندنا مدرسة عمومية خصها تخرج لي داك الطفل، ما نشوفوش غادي في السبتة، خص تشوف لي داك الطفل ما هوش اللي غادي مخليه غادي تابعه باه وتابعه أمه باش يبكي. صحيح أن الوضع وضع كارثي، فطالما رددنا يعني أن حتى فينا هي الصحافة؟ مجلس الوطني للصحافة ما كاينش، دعم الصحافة ما كاينش، يا هذا هو الصحافة التفاهة دعمتوها، هما اللي بغيو يشدوا المجلس الوطني للصحافة، الصحافة باش تثقف، الصحافة باش توعي، المدرسة باش تقري، المدرسة باش توعي، الصحة باش تداوي، باش يخرج عندك واحد متوازن نفسيا، باش يخرج عندك واحد متوازن نفسيا، واحد اللي مسكين ما صافي يسكن في المدن الكبرى، يعني تتصيبي دار فيها بيوت مكريين وكل بيت فيه عائلة، فيها الدراري وفيها البنات، الدراري تيباتوا بيتين في الزنقة، السبعة السبعة اللي دخلوا، خواتاتهم يخرجوا يمشيو للوزين باش يخدموا، وباهم مريض، أمهم مريضة، هاد الدري اللي غيبات في الشارع شنو غادي يتلقى؟ غيتلقى المخدرات، غيتلقى الاغتصاب، غيتلقى جميع أصناف الانحرافات المجتمعية.
كيفاش غادي فين هي وزارة التضامن والأسرة؟ فين هي المراكز ديال الإيواء؟ فين هي المراكز ديال النساء المعنفات؟ فين هي المراكز؟ فين هو هادشي كامل؟ فين هما الفلوس ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ فين هما الفلوس ديال 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 الصناديق كلها ديال التنمية؟ ما كايناش. فين هما هادشي؟ أشنو كفاني أنا واحد يدي 10 الملاير نعطيه 4 سنين ديال الحبس ويخرج ويدي 10 الملاير مهربة لسويسرا؟ شنو كفاني أنا 6963 واحد حاكمين في 40 مليون ديال المغاربة؟ 40 مليون ديال المغاربة خرجوا لهم على مستقبلهم، خرجوا لهم على حياتهم، خرجوا لهم على أولادهم، خرجوا لهم. هذه الحكومة يجب أن تستقيل، يجب على هذه الحكومة أن تستقيل، يجب أن تستقيل. راه ماشي على كل شيء، ماشي على الناس اللي ما عندهمش، راه حتى الناس اللي خدامين. وعباد الله راه كاين الظلم. واش بغيتوا الخطاب الحقيقي؟ راه هو الخطاب، ما تزيدوش الشماتات، الشماتات اللي واخدين الفلوس باش يقولوا هضروا. يقول لهم لا تعالوا اليوم الثوره الرقميه، واحد داير قال لهم الثوره الرقميه ندير لكم فورماسيون باش ديروا الثوره الرقميه. شنو هي الثوره الرقميه؟ باش يجي يسعى السوبر شات. انا صحفي، انا صحفي، والا من الناس من الخارج عطوني السوبر شات نسد هذا المقر هذا. فين ضمنتوا لي انا مثلا، انا كواحد صحفي، فين ضمنتوا لي المقاول الشاب؟ فين ضمنتوا لي الدعم للمقاول الشاب؟ فين ضمنتوا؟ درتوا مجموعه ديال الشعارات، شعارات واهيه، كلكم قاسمين الكعكه وخاصكم تحاسبوا جميعا، كلكم قاسمين يعني الجميلة وخصكم تقاسموا هادشي جميعا. اليوم ما خصناش، خصنا نقولوا الحقيقة، خصنا نوريو الناس الحقيقة. صحيح، شكون اللي ولا تيطاول دروك على شكون تيطاول عبر اليوتيوب على المؤسسة الملكية؟ هي امثال هيام، هو امثال البداحي، هو امثال المراوط، هو امثال جيراندو، هو امثال وامثال وامثال اللي عاطينو من فلوس وتيضربوا فيكم، ولكن تيضربوا فيكم واخترقوكم. واش ما كاينش؟ ما فهمتش انا، ما كاين شكون؟ لانه ما كاينش الانصاف، ما كاينش العدالة المجالية، ما كاينش العدالة الاجتماعية، ما كاينش، ما كاين حتى حاجة. اخنوش رجل زواج المال بالسلطة اصبح في خبر كان، ما خصوش يبقى زواج المال بالسلطة. هذا الشيء هو نتيجة تعبئة ديال 4000 انتخابات، هذا نتيجة ديال عطيه لابيلانس ولكن صوت عليا، هذا نتيجة عطيه قالب ديال السكر وعطيه حليب وعطيه باش يدوز رمضان، هذا نتيجة هالتعبئة هذه كلها جات تراكم تاريخي. علاش؟ لأن هذيك ماشي حلول. المغربي يبغى اللي يقريه، والمغربي يبغى اللي يخدمه، والمغربي يبغى اللي يداويه، والمغربي يبغى اللي علاش غادي يمشي ها 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 الفنيدق ها سبتة؟ علاش سبتة الحضارة ديالها مطورة وعلاش الفنيدق ما مطورش؟ علاش سبتة فيها الحياة والمعيشة مزيان، الكرامة الإنسانية، وعلاش كذا؟ ويجي حقوقي يقول لهم حقوا الواد هادو عصابة خاصهم يمشيو للحبس. لا، راه هاد الجمعيات اللي خاصها تمشي للحبس لأنهم ألفوا باش يديروا الشكاية التكيدية بالناس، لأنهم ما تيخدموش توعية الناس حقوقيا. هادو تيديو الناس للحبس، الناس ولات خايفة تمشي للحبس. راه الناس راهم كاينين في اليوتيوب تيخافوا على راسهم يمشيو للحبس. راه الناس من الجالية المغربية ولاو تيتهدوا باش يمشيو، تيهدوا فيهم جمعيات حقوقية، تيهدوا فيهم بعض الجمعيات. بل يدعوا، بل من يدعون أنهم جمعيات حقوقية؟ شكون تيهدد؟ شكون تيهدد؟ على هاد القايد ولا الباشا اللي تيعطي تيعطي الوصل النهائي للجمعية وتيعرف أش تدير باسم جمعيات تيصيفطوا الناس للحبس، باسم جمعيات تيشطفوا على عباد الله، باسم جمعيات فقط باش يجي للميكرو ويقول ان انا حتى الصحافه دهشتني. الصحافه ما غير الصحافه اللي الدوليه، الصحافه ديال المواقع الالكترونيه شي قلناه كلهم هادو جاوا. بغيت غير شي واحد يعطيني نبذه تاريخيه على سبته وعلى مليليا وعلى الاحتلال الغاشم ديال اسبانيا والبرتغال للسبته، وكيفاش الحكومات المغربيه تشوف الاسترجاع ديال هاد المدن، وتعطيني الاوضاع والفوارق الاجتماعيه وتعطيني المؤشرات ديال الفقر. تابعينو شنو تيقول الصحافي؟ كلكم شفتوها. شكرا السيد العميد، شكرا لرجال الامن، شكرا لي لاش تشكروا؟ لاش الامن دوره هذاك، الامن دوره انه يحمي الحدود، الامن دوره انه يحمي البلاد، الامن دوره هذاك. ما فهمتش انايا، واش انت بغيت تهضر تنقل الصوره الحقيقيه ديال المجتمع المغربي، تنقل الصوره الحقيقيه ديال هذا الهروب الجماعي، او لا تبقى تشكر؟ شكرا للكوموندو، شكرا لسياره الامن، شكرا لهذا، هذا صحافه، هذا اعلام، هذا راه المشكله. هذه البلاد مشات حمادي، البلاد مشات حمادي،
ما كاينش. فينا هما الصحفيين؟ فينا هما الصحفيين؟ صحافة ديال 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 الواحد اللي بغى يشد المجلس الوطني وبغى يشد الجمعية ديال الصحافة وبغى يشد كل شيء هو باش ينشر التفاهة. الصحافة ديال هذا حصل مرتو، الصحافة ديال هذه داها صاحبها وما خلصهاش، الصحافة ديال هذا دخل سبا ودار دار جوج وعطاها 60,000، الصحافة ديال هذا دار بريزرفاتيف. اش من صحافة هذه؟ الصحافة ديال الوزير، الصحافة ديال الكاتب العام، الصحافة ديال العامل، الصحافة ديال القايد، الصحافة ديال الباشا، الصحافة ديال وصحافة المواطن فينا هي؟ ها هو اليوم فيسبوك غرقكم بسميتو وما نفعكم معاه الا الفصل 447 على واحد على جوج. شحال خصكم ديال الحباسات؟ شحال خصكم ديال الحباسات الفصل 447؟ غالي يهضر ديو الحبس، غالي دواد تجي جمعية تدي الحبس. ما فهمتش انا، انا ما فهمتش تجي جمعية هاد الجمعيات بلا اللي يقوموا الادوار ديالهم، سواء التنمويه سواء الحقوقيه سواء ديال الدرب ولا اللي يمشيو يشطبوا يمشيو يغرسوا يمشيو يسيقوا يمشيو يجيبوا شراكات. هادو كلهم جمعيات ولاو مختصين غير في البوق ومضاربه على مستوى اليوتيوب. هذا هو اللي كاين، هذه هي الحقيقه. فين هي الصحافه؟ صحافه مقعده الشان. واش الصحافي اللي يكون صحافي عنده البطاقه المهنيه جايبين ليه واحد يوتيوبر وجايبين ليه واحد فيسبوكر، حاطين شكون مستدعي العامل، شكون مستدعي الوالي؟ كيفاش؟ كيفاش تقول لي انا النيابه العامه خصها تفعل سميتو تعطي القيمه يعني اللي عنده البطاقه راه حاضر واللي ما عندوش البطاقه معاه؟ لا صحافه كاينه، لا حتى حاجه ما بقات. المخدرات تنتشر، القرقوبي ينتشر، لا دروغ ينتشر، ايوا هادشي اللي كاين، هذه هي الحقيقه. انا صحفي سدوا هذا المقر حتى هو. انا افكر باش نمشي لبلاد اخرى، نمشي شي مؤسسه اعلاميه اخرى ونخدم فيها. علاش؟ لان هنا لقيت الفوارق المهنيه كثيره، صحفي دو بريستيج ولا واحد اللي تيخلعكم بحال المهداوي تيخلعكم ويروج لكم. هو جزء من هذا الشيء اللي دار لانه يروج للقطاب الاسود. هذا كيدير الطوموبيلات، يدير الفيلات، يدير كذا على مآسي والام الناس. مزيان ياك يديروا هذاك، ما قدوش تهضروا معاه، ما تدوش معاه. وصحفيين اخرين ما لا، صحفيين اخرين شكون هاز يمسك السكادويات ما عارف كعكو من بعو، جيب هذاك اللي مشى للفنيدق باش ينقل ما وقع في الفنيدق. شوف راه الناس تيقارنوا القنوات العالميه الدوليه اشنو تيقولوا، وشوف واحد الصحفي مقابل مسكين غال اللي ما يشدش. قول لي تبارك الله على القايد، وتبارك الله على رئيس الدائره، وتبارك الله على السيد الباشا، وشكرا ليك. الصحفي مسكين تيمشي قدام سميتو باش يدير تيبقى يتلحمس وعباش يخليه يصور. بالله عليكم، بالله عليكم راه مشكله، بالله عليكم راه الشيء ما هواش. انا قلت الحقيقه، ولو بديوني للحبس ديوني للحبس، راه هي الحقيقه. يعلم اللي خرجت لكم هو يا مسطار. علاش دصرت هو يا مسطار؟ علاش مشيو للمول؟ علاش دصرت؟ علاش انها مشات وكلهم مغاربه استاءوا وراه بقت الدور، بقت الدور. حنا ما بغيناش الحبس، ولكن القانون ها هو البداحي، حتى هو ما بقاش يخاطب المسؤولين الحكوميين، يخاطب المؤسسه الملكيه. علاش؟ علاش ما تعطيوش المؤسسه الملكيه التوقير والاحترام؟ علاش؟ علاش؟ علاش هادشي موجود على موجود على مستوى السوشيال ميديا؟ علاش؟ لان هادشي درتوه نتوما، لان هاد المسؤولين الفاسدين هما اللي داروا هادشي، هما اللي داروا هادشي. ما نجوش نقولوا اليوم لا وانه تم تعبئتهم من طرف جهات، هاد الجهات راه لقات ترعى منين تدوز، لقات ترعى منين تدوز. لو كان عندنا صحافه حقيقيه راه هي اللي غتقوم بالتعبئه، غتواجه. وطالما قلنا السيد الوزير، السيد الوزير ووزير الثقافه، وزير الثقافه مدعم المكتبات، سير المكتبه الان باش تشري كتب لاولادك، مدعم المكتبات. واش واحد عباد الله بغى يشري كتاب ويبدل فيه البيع؟ ندعمو، هذا تاجير، هذا تاجير. باش علاش غندعمو؟ علاش دعم المكتبات؟ دعم الصحافه صاحبي، ودعم الصحافه باش تواجه لك الخطاب ديال الياس، خطاب ديال الاسود، يعني الخطاب باش ما يكونش عندنا صوره ديال ان البلد طارد لمواطنيه. اي واحد غادي يتكلم معاه في العالم غيقول لك المغرب طارد لاهليه وداويه. هذوك راه اهلنا وداوينا، ما خصهمش يمشيو للحبس. هذوك خصهم يرجعوا لوليد لديورهم، هذوك خصهم يرجعوا لديورهم هذوك الوليدات. ماشي هو غادي مألم وزيد دخلوا للحبس، ألموا وزيد كذا. علاش؟ علاش؟ حنا عاد ديونا للحبس، ما عندنا حتى مشكل، ديونا للحبس. يا وليتوا عندكم الحباسات، شتي اللي ولا؟ وطالق ومطلوقين علينا باطمه دايره مجموعه ديالها راه قاعده في السبال على عباد الله. حقوقي بعض الحقوقيين دايرين ديالهم قاعدين على عباد الله بالسبان وبالشكايات الكيديه وديو في الناس للحبس. صحفيين دايرين مجموعه ديالهم، وزاره دايرين مجموعه ديالهم، وكل واحد دار مجموعه ديالو. انا ما بقيت فهمتش،
ما بقيت فهمتش، كل يدير مجموعه ديالو اللي دوا ياكل الدواء. هادشي زعماك ما تتشوفيش، ما درتوش واحد الاجتماع ديال اليقظه، ما درتوش واحد اللجنه ديال اليقظه تقولوا ودي راه كاين واحد الرباعه من وضع الحرب في المغرب هذا، راه تتروج الصوره السوداء، راهم تيضلوا يضربوا في 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 اليوتيوب. وطالما نبهنا على هادشي، طالما نبهنا لهادشي وقلنا لهادش، قلنا للناس راه هادشي راه ما خدامش، راه هادشي راه غادي، راه كاع المغاربه دروك الدراري الصغار تيقول لك واه ناري هادو غادي نهار بين حتى كيفاش. شوف المدارس شو وقع فيها، فين هي تفعيل الشرطه، دور الشرطه التربويه؟ عمركم شفتوا حدا شي مدرسه دابا كاينه في الدخول المدرسي الشرطه التربويه؟ ورا المدارس راه كلهم، راه شوف لي سيجاريت او لي سيجار الكتريك دايرين عند الدراري هادو الاعدادي. انا سمعت بلاغ غني مجموعه، شكرا لسي معاد الغزال المهندس، سي معاد طالما كتب وطالما ردد وطالما حارب وطالما كذا بالشباح وغير الشباح وباسمه وغير اسمه ووالو، واش في بان لكم وحدين فرعنين؟ سكوت انت نديك، انا هذا، انا صاحبي كذا، انا هذا، داير كل شيء في جيبه وتصدق هذاك الشيء. هذاك معاد غيمشي للحبس، معاد غدا داو للحبس. واش ملي نولي المواطن العادي او واحد رئيس جمعيه، واش قانونيه ولا ماشي قانونيه تيهدد باش يخدم الناس ويخدم المواطنين حقوقيا ولا تنمويا، تيهدد الناس يديهم للحبس؟ واش هذا ما يعيطليش الباشا ويقول لي راه سيدي هذاك ويسحب ليه يحل هذاك المركز ولا يحل هذاك الجمعيه ولا يحل هذيك المجمع ولا يحلوا القانون هذا 1950 واضح. هما انتم مخلينهم خدامين، مخلينهم خدامين باش تشوفوا فيهم، راه كلهم مفضوحين على مستوى السوشيال ميديا. ونبهناكم مرات عديده عباد الله، ولكن تحيه لرجال الامن اللي سهروا على تامين الحدود وحاولوا انهم بطريقه ذكيه جدا انهم يعني يردوا هاد الشباب وهاد الاطفال للمنازل ديالهم. الامن تيتعامل، شفت واحد الفيديو ديال واحد البوليسي تيقول لي دابا ولدي خصك تمشي وتقدر تولي طبيب، ولك شوف الخطاب ديال التفاؤل، واحد تيقول لي لا هادو عصابه خصهم يمشيو للحبس. يلا ايوا هادو كي هادو هذا باش تحيدي ليه، تحيدي ليه الوصل النهائي وتحيدي ليه، تقول لي انت ما حقوقي ما حتى حاجه، انت ما حقوقيش. علاش علاش هاد الخطاب؟ راه هو الخطاب. شكون على ملي تتفرج اليوم وتفرج غدا وتفرج بعد غدا وتفرج، لانه ملي تتفرج راه الخطاب. سي بن سعيد ما محتاجينش حنا المهرجانات، حنا محتاجين الدعم لخطاب اعلامي قوي في مواجهه الاعداء. واحد خدام تيدخل فلوس على ظهر الالم ديال المواطنين، عباد الله، وداير وما تيخلص الضريبه وما تيخدم، داير قوالب وداير هذا وما عرف مين بغى يدوز وكذا، ودار مجموعه ديالو تابعه تحتو. انا بهناكم 700 مره والو ما قاديش تهضروا معاه، والله ما قاديين تهضروا معاه. يلا قولوا لينا، انا نموذج، انا نموذج، انا درت مؤسسه اعلاميه، كاين اللي حاشا ليا، فين كان ناطق رسمي باسم الحكومه؟ عمرك عيطت للصحفيين على قدم المساواة؟ تتعيط للحية حد ياولكم، وطلقوا لهم أغنية مهبولنا في لطروتنا، مهبولنا شي اللي كاين، شي اللي كاين، هبلتوا المغاربة كاملين. لولا ثقة المغاربة في جلالة الملك وفي المؤسسة الملكية مشكل، لأن ما عندناش مسؤولين، ما عندناش مسؤولين. لو كان عندنا مسؤولين عندهم ضمير وطني لاستقالوا على هاد الشوهة اللي داروا لينا في العالم. وحدة تقول هذا بان على حقيقته، واش بغيتي الحقيقة نقول لك شي حاجة اللي ما كايناش؟ راه هي الحقيقة اللي تعرفوا الناس. اش نقول لك؟ لا، وإنه وما كان عليهم، خصنا يتحاسبوا هادو كاملين، هاد 6963 مسؤول خاصة كلها تخضع للمحاسبة والمساءلة.
you.